وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياك وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة شهية. وحشتونا من الأسبوع اللي فات. النهاردة جايبين لكم مفاجأة. دايما بنقول نحن قادمون من أعماق الشام، نحن قادمون من قصر أليزيه. اليوم هنختلف معاكم وهنقول لكم نحن قادمين من اليابان. النهارده معايا ضيف جميل الشيف محمود ياسين، متخصص في شغل 3D بالجل الياباني. وطبعا احنا لينا الشرف ان هو النهارده مشرفنا واحنا نكون لينا الصق الاول على الفضاءات المصريه كلها ان احنا نقدم شغل 3D بالجيلي الياباني. معانا النهارده الشيف محمود ياسين، هنساله ونعرف منه ونقضي ان شاء الله حلقه جميله مع بعضينا. مستنيين استفساراتكم واتصالاتكم على التلفونات الموضحه على الشاشه، ومنتظرين اسئلتكم برضو من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحه ساعه شهيه. اهلا بك شيف محمود. اهلا محمد. ايه حكايه بقى التحف 3D جي اللي احنا واخدين ال 3D عباره اللي هي اللعب، حاجات الاعياد، ميلاد، الكلام السكر، التورت، الكلام ده. حضرتك انا شفت الاطلاله النهارده بموضوع الجيلي. الجيلي 3D الياباني. دي حاجه الاوسط الياباني. تمام. انا شايفها ما شاء الله حاجه جميله. والله حضرتك والله هنا في عامه في مصر كل 3D عندهم اللي هو السكر. تمام. والحاجات المجسمه ملاعب الاطفال والكلام ده. تمام. احنا اكتشفت حاجه جديده يابانيه. تمام. ديك نظام جيلي، جيلي على الساخن. تمام. تنفس الجو. تمام. احنا هنسيب شرح المكونات والخطوات ونعرف من حضرتك النهارده اجمالي حلقتنا عشان نعرف مشاهدينا هيقعدوا قدام شاشتنا الجميله، شاشه الصحه وجمال برنامج ساعه شهيه، ونقول هنعمل ايه النهارده في اجمال المنيو بتاعنا. حضرتك النهارده اول حاجه، اول خطوه هنعمل السبلات ترطاب اشكال جديده بالمكسرات والرزبي والكورن فليكس والكريزي. تمام. تمام. ايه تاني معانا؟ وبالكراميل والتوفي. تمام. ده متوفر في السوق. تمام. تمام. تشكيل الترطات وبالفواكه وبالفراوله. جميل. تمام. وهنعمل شوكولاته جيلسي. هنعمل شوكولاته جيلسي. خلي بالكم معانا الشوكولاته، معانا الترطات باطعمه مختلفه، معانا الجيرسي اللي حابب ان هو يعرف بدل ما نشتريه وسعره بدا يغلي. النهارده شيف محمود يعملوا لنا. وهنعمل ايه تاني يا شيف؟ ما في بقى المينو بتاعنا 3D وشغل ياباني. ماشي. طيب نبتدي، اول ان شاء الله هنبتدي مع بعض. نبتدي بايه؟ بحضرتك اول حاجه بتبتدي بقى السبلات اللي هو الترطات. تمام. يا صوروا معانا، هننزل بالمقادير السبليه علشان نقدر نعمل منه الترطات المختلفه زي ما قال الشيف محمود. هنعمل عين جمال، هنعمل مكسرات، هنعمل كراميل. يلا حضروا كاميراتكم، حضروا اجندتكم، سجل وصور وانزل لي بالمقادير السبليه. اتفضل. وحضرتك اول حاجه 200 جرام زبده. تمام. اتفضل. نقول المقادير الاول. معانا 300 جرام دقيق، معانا 200 جرام زبده، معانا 100 جرام سكر، بيضه، فانيليا، مكونات الديكور بتاعتنا اللي هي فاكهه طبيعيه، فراوله، عين جمل، كريسبي. طبعا كلنا عارفين ان عجينه السابلي دي عجينه الواحد اثنين ثلاثه اللي هي 100 سكر، 200 زبده، 300 دقيق. هنحك السكر على الشيف. هنحك السكر على الزبده. تمام. نضعكم كويس مع بعض. تمام. كله اتخلط مع بعضه في العجين. تمام. تمام كده. تمام. احنا بندوب الاول السكر. السكر مع الزبده. تمام. بنقلبه. كله يدوب مع بعضه كويس جدا. تمام. عشان خاطر يفك معانا كويس. تمام. بننزل بالفانيليا. وهننزل حضرتك بالفانيليا مع كده. تمام. تمام. تمام كده. حضرتك كله اتخلط مع بعضه. تمام. كله كده اتخلط مع بعضه خلاص. تمام. بعد كده حضرتك هنزل بالبيضه. ينزل بالبيضه.
البيضه برضو تخلط مع الزبده والسكر. تمام. انا اللي اعرفه برضو يا شيف ان ممكن انا لو عندي عجان بقدر ان انا اخد مقادير السبلية كلها وبدورها مره واحده، ولا هي بتفرق في الخطوات؟ لا ان انا لازم اخد سكر اخد دقيق. هو اللي حضرتك لو في العجان افضل. تمام. بس الزبده تبقى ليانه شويه عشان نضرب. يبقى يا جماعه احنا نقدر ناخد عجينه السبلية نعجنها في العجان بتاعنا، نحط جميع المكونات ونلف، بس بشرط اساسي ان يكون عندي الزبده بدرجه حراره الغرفه بتاعتنا والبيض كذلك. وده طبعا شيء بديهي لابد ان احنا نعرفه جميع مكونات شغل الحلواني، ان احنا لازم تكون الزبده بدرجه حراره الغرفه والبيض بالذات في لو حابين ان احنا نعمل سبونج، ده بيخلي السبونج عندنا بيعلى ويعمل فوليوم سريع ويبقى اسرع معاك. ننزل لك بالدقيق. تمام. ماشي يعني ناجل 300 جرام دقيق. وننزل بالدقيق كده اهو. تمام. اتفضل. تمام. دي بعد ما نعجنها يا شيف نقدر نحطها في الثلاجه قد ايه؟ حضرتك من ولا نقدر نشتغل بيها على طول؟ لا ممكن نشتغل بيها طول الجو كويس، بس ممكن نشتغل في الثلاجه 10 دقايق بالظبط. تمام. يبقى انا اقدر يا جماعه لو حابب اللي عندي الجو بارد شويه العجينه بتبقى الى حد ما متماسكه بقدر ان انا اشتغل بيها. ما لقيتها ده بالنسبه لموضوع الطرد اقدر ان انا اعبيها على طول، لكن لو حبيت ان انا افردها اعمل منها قطعات سابليه اعمل منها بتفور يستحسن ان انا اسيبها في الثلاجه مده لا تقل عن ربع ساعه نص ساعه، كل ما تقعد وتجمد معايا اطلع الفها نص لفه كده وافردها هتبقى كويسه معاك. برده في حاجه بالطرطار ممكن نلون الطرد بلون غذائي. تمام. تمام. هو يا شيف يعني انا مش عارف انا ضد موضوع ان انا الون المنتج بتاعي ليه؟ دايما في ناس بتبقى كشه من موضوع الالوان ده. انا عارف ان هي الوان غذائيه بس هو انا مش من مدرسه ان انا اقعد الون كل حاجه غير تقليديه. تمام. احنا كده عجننا العجينه. تمام كده هحطها على جنب كده. معانا اتصال. مين معانا؟ معانا رشا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بك يا شيف محمد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايه الجلي اللي احنا شايفينه النهارده ده؟ ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. معانا الشيف محمود النهارده هيعمل لنا شغل ال 3 دي، حاجه جديده بتنفرد بيها قناه الصحه والجمال النهارده، برنامج ساعه شهيه. لحضرتك اي سؤال تحب تساله له؟ انا بس بحب اشكر حضرتك على الحاجات الحلوه اللي بتقدمها لنا كل اسبوع، واحب اشكر الشيف محمود على الحاجات الحلوه اللي شايفينها النهارده. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. واحنا طبعا بيهمنا اتصالاتكم واستفساراتكم دايما، ده بيبقى احساسنا بنجاحنا وتواصلنا معاكم دايما، وشرفتنا حضرتك بالسؤال تحت امرك. حضرتك عجاب كيس. تمام. بعد ما عجننا احنا العجينه بتاعتنا كده اهو، نقدر يا جماعه باي استرتش واي بلاستيك بنغلفها وندخلها الثلاجه. طبعا الشيف محمود علشان كان عاجنين عجينه وسويناها قبل الهواء مراعاه لوقت حضراتكم، احنا هندخلها الثلاجه دلوقتي. تمام. ماشي. وهنطلع الحاجات الجاهزه. نجيب معانا الكريمه يا شيف. ده كنا عاملينه قبل الهواء علشان نستغل اكبر قدر من الوقت ان احنا نفيد حضراتكم. تمام كده حضرتك؟ تمام. حضرتك كده بقى جبنا الكريمه، كريمه باستري على جانتيه. كريم باستري على شانتيه. تمام. دي حضرتك احنا بنضربهم الاثنين مع بعض ولا بنضرب كل حاجه منفصله وبعد كده بنحط؟ حضرتك اول حاجه بنحط 200 جرام كريمه. 200 جرام كريمه على 150 سكر بودره. تمام. تمام. على 400 جرام ميه ساقعه. تمام. يضربوا في المضرب كويس جدا. بعد كده عليهم 100 جرام كريم بكستر اللي هو الباستري. تمام تمام. يقلب هديك الحل بتاعتي. ماشي اتفضل بقى يا شيخ ورينا كده اول النماذج. نبدا اول حاجه نعمل الطرد الفاكهه. برضه كان يا شيف في البعض بيقول ان احنا قبل ما نحط الكريمه لو احنا حابين ان الطرد ده يقعد معانا وقت طويل ان احنا بندهنه مربى مغلي بدون شوكولاته. بدون شوكولاته. ده كل ده حاجات وارده. انا حضرتك انا اسف بس نسيت موضوع الشوكولاته بس. تمام. ماشي. لكن دي شوكولاته. تمام. تمام. طب انا سيبني اساعدك انا في الشوكولاته وحضرتك عشان وقت البرنامج وحضرتك تبدا تدي الكريم.
تمام. نديها كده اهو يا جماعه، ندينا زي ما احنا شايفين ندينا. ليه ايه فايده يا جماعه الشوكولاته او المربى دي؟ علشان احنا عارفين ان الكريمه فيها نسبه ميه، فما تاثرليش على الكريم بثري على السب بتاعي ويطريه لو قعد معايا لاخر النهار، فكده بتبقى عمليه حمايه ليه. معانا اسماء من الجيزه. الو، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. خلاص كده شكرا. السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص لو سمحت عايزه طريقه الكيكه الاسفنجيه. طريقه الكيكه الاسفنجيه حضرتك احنا كنا قدمناها، لكن تحت امرك اقول لك حضرتك بنجيب معانا 6 بيضات، 150 جرام سكر، ونخفقهم مع بعض لمده 6 دقائق، بننزل عليهم شويه فانيليا، ربع بيكنج باودر، 200 جرام دقيق، والدقيق يكون منخول مره واثنين وثلاثه عشان ادخل فيه كميه الهواء. بعد 7 دقائق بنزل بدقيق بايدي الشمال، بنزل بدقيق بقلب بايدي اليمين. تمام. عندي الصينيه او الطوق بتاعي اصبها في مقاس 24، بدخلها الفرن لمده 45 دقيقه، ما افتحش قبل 30 دقيقه، مقاس 24، وادخل الصينيه على درجه حراره 180 درجة، وما افتحش قبل نص ساعة. تحت امرك يا فندم. ليه حضرتك اي سؤال تاني مع الشيف محمود؟ ماشي، شكرا يا فندم. شكرا. تمام. اتفضل يا شيف. اديناش كده من تحت من فوق الكلام بالكاستر. تمام. وانا عطينا الشوكولاتة يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهوت، على اساس نبقى عاملين لها حماية من تسريب المية اللي في الكريمة بتاعتها. دهناها كده بشوكولاتة سادة، شوكولاتة بيضة او مربى، اي حاجة من الموجودة عندي ومتاحة، حيث ان هي لما اقعد الطرط بتاع اخر النهار ما المية اللي في موجودة في الكريمة ما تبوش ليش السابليه بتاعي. تمام. هذا كان فنش فاكهة اول حاجة. تمام. تمام. لك شيل الكريمة على جنب. تمام. اول حاجة فنش فاكهة. تمام. حضر. حاجة اسعال الطرط. اه حاجة ده يديني. عن الدين وشوكولاتة. اه الدين وشوكولاتة. تمام. اسمح لي اساعدك. اتفضل يا شيف. اتفضل يا شيف. برضه بنذهب ده. طب حضرتك انت ليه هنا الطرت دوت اللي هو الفورمه الكبيره ديت ليه ده لونها احمر؟ حضرتك دلوقتي حضرتك هنعمل الطرت فراوله، فحضرتك كلها احمر. معانا اتصال الاستاذ يوسف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. ايه رايك حضرتك في حاله النهارده؟ الله حضرتك يا فندم منورنا، وحضرتك والشيخ محمود ياسين ربنا يبارك فيك. في عند حضرتك منور الدنيا كلها والله ربنا. في اي سؤال للشيخ محمود معانا؟ والله انا حابب اقول للشيخ محمود حضرتك متميز جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك النهارده والشغل السري ده احنا اول مره نشوفه. ربنا يخليك. وبالتوفيق جدا يا شيخ محمود، وان شاء الله تبقى مزيد من التفاؤل والتقدم ان شاء الله. وطبعا الشيخ محمود النهارده مشرفنا، ونكفي ان احنا لينا سبق وانفراد بعرض شغل الثري دي بالجل. دي حاجه ان شاء الله مميزه من شيف متميز. في اي سؤال تاني لحضرتك تاني للشيف محمود؟ ربنا يخليك يا فندم. انا بس بسال الالوان اللي هي بتتعمل بيها الثري دي، هل هي شوكولاته ولا الوان طبيعيه؟ لا حضرتك دي كلها، حضرتك دي كلها جيلات، بس الجيل اللي بتاع اللي معمول بيه الورق نفسه ده مروان ابيض مروان شفاف، بنزود عليه الالوان بتاعتنا، الوان طبعا غذائيه. تمام كده. تمام. تمام. في حضرتك اللي معروضه قدامنا على الشاشه كل ده حضرتك كل ده قلبا وقالبا جيل. ممكن نتلمع كده؟ ماشي ماشي. شرفتنا يا فندم. لحضرتك اي سؤال تاني؟ يا فندم منورتنا. اشكرك للاتصال يا فندم. شرفتنا يا استاذ. شرفتنا. انا كنعمل طرت. نرجع تاني للشيف محمود. احنا كده عملنا طرت الفاكهه. طرت الفاكهه اول حاجه هو. تمام. تمام. بعد كده هنعمل طرت الفراوله. تمام. احنا كده بنديله طبقه الجيل بتاعته عشان يحتفظ باللمعه بتاعته. تمام. ماشي. طب سيبني شيف انا اكمل لك الفراوله. اوكي تمام. وحضرتك تقدر تشوف صنف تاني شكل تاني نقدر نعمله. اوكي تمام. ماشي. اوكي تمام. تمام تمام ماشي. ماشي. بعد كده هنعمل طرت كورن فليكس. تمام. تمام كده. تمام. مع الكراميل. كورن فليكس مع الكراميل.
هنعمل كورن فليكس مع الكراميل. هنجيب كرم حتى الكرم ده بتوفر في السوق جدا. دوت الكراميل دوت ده ليه اسمع لما اروح للراجل بتاع مستلزمات الحلويات بتوفر في السوق اقول له عايز ايه؟ قال عايز كراميل ولا لا عاوز كراميل مسمى تاني؟ لا مربى هو اسمه مربى حليب مربى حليب مربى حليب تمام يعني لو اروح هو يبقى عارفها اقول له عايز كراميل او عايز مربى حليب مربى حليب متوفر في السوق واوفر بكتير جدا يعني عن بلدي عن ان انا اعمل كراميل بنفسي في البيت يعني بالظبط وأأمل ان انا اعرف ان الكراميل حرق سكر مره ممكن يطلع كويس يطلع ممكن يطلع سائل يبقى حضرتك احنا دلوقتي بين الشيف محمود بينوه ان احنا عندنا موجوده حاجه في السوق اسمها مربى حليب بنقدر نجيبها بنقدر نشتغل بيها بتغنينا عن عمل الكراميل في البيت ماشي بنجيب ده ايه بقى يا شيف بنجيب هنا الكورن فليكس او كريسبي بنجيب الكريسبي او الكورن فليكس او كورن فليكس. تمام مع مربى الحليب مع الكراميل الموجود في السوق تمام كده واخلط الاثنين مع بعض كده ايوه اسمح لي ادوم لك جيلي اوكي تمام اتفضل يا شيف اتفضل يا شيف. طيب انا يعني علشان لازم اخده وهو بارد كده يا شيف ولا اقدر ان انا افكه ده على النار مثلا شويه هو ممكن تفك عادي بس هو حضرتك هو الجو اللي بيديه كويس يعني الجو مش محتاج تفك تمام ده حضرتك بيبقى بعبيه في السبليه على طول ولا برضه بملا السبليه بتاعي الطرت بتاعي حضرتك بنجيب شوكولاته لا شوكولاته مدهون شوكولاته بس لا ما ينفعش تدوني كريم عشان خاطر ما يطرش خالص عشان ما يطرش معايا تمام اوكي السبليه تمام معانا اتصال استاذ محمد من الجيزه اهلا وسهلا محمد اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا منور الدنيا كلها يا شيف ربنا يخليك يا فندم ربنا يخليك ايه رايك النهارده في شغل الشيف محمود؟ لا بجد والله الشغل كله جميل جدا ومعاك ناس من احسن الشيفات الموجوده في مصر كلها ربنا يبارك فيك احنا النهارده من خلال شاشه برنامج الصحه والجمال طبعا احنا متميزين النهارده بالشغل الرائع اللي بيعمله الشيف محمود عند حضرتك اي سؤال ليه؟ يا ريت يا فندم كنت عايز اعرف مقادير الكب كيك فندم مقادير الكب كيك عجينه ايه الكب كيك عجينه الكب كيك اوعدك ان شاء الله الحلقه ان شاء الله كده بعد الجايه ننزل حضرتك ان شاء الله نور الدنيا كلها شيك تابعونا ان شاء الله وتواصل معانا من خلال صفحه البرنامج وان شاء الله موجود ده ما ينفعش كتر الكلام عن كده عشان خاطر يبقاش مسكر تمام كده تمام كده احنا عملنا ثلاث أشكال من الطرت بتاعنا الجميل معانا طرت الفراولة معانا طرت كريسبي معانا طرت الفواكه حضرتك ماشي هنعمل بعد كده ايه يا شيف حضرتك هنعمل هندي بس رشة رز من فوق استاذ هيثم عاوز بيقول يا جماعة الطبق ده بتاعي طب احنا ندوله ولا نقسمه مع الاستاذ احمد ولا نعمل ايه برضه ما احنا مش شغالين لوحدينا يا ريس في ناس تعبانة برضه اتفضل يا شيخ تحت امرك ما استاذ منتصر خلاص اللي هيدينا وقت زياده حلال عليه الطبق ايه رايك ماشي يا استاذ هيثم ماشي ونرجع لشيفنا تاني احنا عندنا كده الصف الرابع ايه الصف الثالث بعين الجمل مع الكراميل مع المربى عين الجمل مع الكراميل او مربى الحليب اللي قلنا عليها تمام برضو بين نخلط عين الجمل على شويه من الكراميل دولت مع شويه من الكراميل مع عندي برضو الطرت بدون كريمة بدون كريمة تمام يا شيف اتفضل حضرتك ينفع عليهم مكسرات برضه يعني ممكن ينفع عليهم مكسرات عادي مش تمام طب حضرتك بالنسبة للفورمة اللي هي عملناها دي تمام دي يعني اديها كريمة حضرتك؟ لا حضرتك اديها تاخد كريمة فوق الشوكولاتة تمام وبعد كده اديها فراولة واديها من فوق بوكيه فاكهة تمام طب تسمح لي انا اساعدك في اديها اتفضل يا شيف اتفضل تمام ماشي ادي الكريمان معانا استاذ احمد من القاهره اتفضل معانا استاذ احمد السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد ازي حضرتك عامل ايه حضرتك منور الشاشه ربنا يبارك فيك يا فندم ايه رايك بقى النهارده في
في حالة الشيف محمود بنقول لك شيف محمود ربنا يبارك فيك يا فندم ربنا يبارك فيك. في عند حضرتك اي سؤال للشيف محمود كده فرصة هو موجود معانا وبيتحفنا بالشغل الجميل؟ عايز اعرف الكريم كراميل ازاي اعمله على النار. الكريم كراميل حضرتك احنا ان شاء الله اول حاجه ان احنا نحاول احنا ننزله على صفحه البرنامج بجميع خطواته، لكن هو مبدئيا كده حضرتك ان هو بيبقى لبن مغلي بنغليه على النار، معانا المقدار بتاعنا من البيض والنشا والفانيليا بنضربه وبنصفيهم بينزل على اللبن بتاعنا، بيكون عندنا كراميل بنحط في اي فورمه وبنصب الخليط ده بندخله في حمام ميه الفرن بيقعد لما بيستوي بيطلع بنقلبه بيبقى بالمنظر جميل. وان شاء الله حضرتك تابعنا على صفحه برنامج الصحه والجمال برنامج ساعه شهيه ان شاء الله ننزل لك الطريقه بادق تفاصيلها. في سؤال تاني للشيف محمود معانا؟ انا كنت عايز اسلم على الشيف محمود بس اقول له لا اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. ازيك يا شيف احمد؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا شيف احمد عامل ايه يا باشا؟ منور يا شيف احمد. عامل ايه؟ النهارده الحمد لله انت وضعك ايه تمام؟ نورنا يا باشا. تسلم ايدك. تسلم ايدك. منك شيف احمد. ليك سؤال تاني يا استاذ احمد؟ ماشي ربنا يكرمك. ماشي 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 ده شيف ده عين جمل؟ عين جمل. من عين جمل؟ تمام؟ كلمة غنية جدا. لا هي واضح وجاي بس شيف انا اقدر بدل العين جمل ده طبعا واحنا عارفين غلو الاسعار يمكن من المكسرات الغالية جدا اللي هو العين جمل يعني هو تمنه وتعدى فوق حصل 250 هل اقدر اعمل نفس العملية دي بالفول السوداني؟ دي حاجة كده بأي مكسرات بفول سوداني بأي حاجة متوفرة يعني تمام 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 دول هنقدر نعملهم ايه حضرتك؟ ده دي كيس من مربى الحليب اللي هو برضه كيس برضه عارف ان الجماعة اللي هو بيسيح كيس تمام حضرتك الكيس ده وده ماشي يا جماعة تابعونا ومنتظرين اتصالاتكم واستفساراتكم من خلال صفحة البرنامج برنامج ساعة شهية اتصلوا بينا على الأرقام الموضحة على الشاشة أي استفسارات أي تساؤلات نجاوب لكم عليها معنا الشيف محمود النهاردة بيدينا تحف 3D اليابانية معنا مجموعة متميزة من الطرطات الغنية بالفواكه والكراميل والعين جمل ولسه برضو المفاجأة ان هو مخلي لنا التحفة للاخر تابعونا وخليكم وما تروحوش في اي حتة علشان تتفرجوا على الانفراد الاول على اي فضائية مصرية من خلال قناة الصحة والجمال برنامج ساعة شهية. ايوه يا شيف احنا كده حضرتك ده الكراميل كمان معانا صباح الو الو استاذ صباح استاذ صباح معانا السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بك يا فندم اهلا بك اتفضلي ايه رايك في الحاجات اللي عملها لنا الشيف محمود النهارده دي؟ انا فعلا والله هو راجل فنان ده لسه برضه احنا النهارده مش مروحين يعني عشان التحف دي يعني واحده تاخد بنت عشان تكتب وراها لا انتوا تنورونا احنا سعيدين باتصال حضرتك والله ايوه ايوه حبيبتي معايا اسمك اسمك ايه؟ ايوه اسمك ايه؟ اسم ندى ندى وقت التلفزيون يا ندى واسمعينا من سماعة التليفون عشان نقدر نتواصل مع بعض ايه يا ندى ايه رايك في الحاجات الحلوه دي؟ اوكي الو يا ندى ماشي ايه رايك في الحاجات الجميله اللي عملها لنا الشيف محمود؟ تسلم ايدك جميل طب في اي سؤال تساليه للشيف محمود هو فرصه انه معانا كده اهو ايه في اي سؤال للشيف محمود تقدر ايوه عايز اعمل طريقه الحلويات حلويات ايه بالظبط جاتوه ولا تورته ولا ايه حلويات ايه بالظبط يعني عايزه جاتوه الجاتوه والتورته الجاتوه والتورته خلاص يا حبيبتي بعد ما تقفلي تابعينا تعمل وتعملي زي اللي على الشاشه دوت كده واحسن كمان انتوا تابعونا تابعينا واقعدي قدام الشاشه وشوفي الشيف محمود هو شغال وهتعملي حاجات احلى منه تمام حضرتك طبعا عملنا كيس من مربى الحليب والكراميل الشيف محمود تاني تمام بسم الله ما شاء الله جميل حضرتك طبعا الكراميل اللي هو بتعمله على النار ما فيهوش الكلام دوت طبعا ده قوامي كريمي شويه كريمي. يعني كريمي ده ده مربى الحليب تمام. يا جماعه لو حابين ان احنا نجيبها بتسهل لنا موضوع الكراميل افكها بتلين معايا شويه
او لو ما فكتهاش على النار بدل ان انا اخلطها بالمكسرات واعبي الطرط بتاعي اقدر ان انا بكريسبي او اي حاجة واعبي بيها الطرطة بتاعتي مفيش مخاطر حرق السكر حاجة جاهزة تسأل عليها في اي مكان متخصص في بيع حلويات خامات الحلواني تبقى موجودة اسمها مربة حليب بديل الكراميل نرجع كشتارة كبيرة فيها بتاعتنا الحمرة دي بطرطة فراولة كلها فراولة كلها حمرة حطت لنا عليها اسانس ولون اسانس ولون عشان تبقى قلبا وقالبا كده حتة حمراء تمام كده بس خلاص تمام يا شيخ طب يعني دي برضو يا شيخ يعني قبل ما حد يحجزها يا جماعة معنا في الأستاذ هيثم دي طبعا كلها حمراء لا 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 دي السابليه بنكهة الفراولة لون الفراولة ولا فراولة ولا لابس أحمر يا أستاذ هيثم لا 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 مش عملية اهلاوي يا ملكة دي عملية اهلاوي لا معلش يعني هو حضرتك انت قلت انت فات على السرفيز الاولاني ياخد برضه التاني يا شيف ايه خلاص ماشي نبقى نقسم ده مع بعض ونقسم دي مع بعضين خلاص معانا نكمل بقى اللقاء مع الشيف محمود كده اهو شيف محمود احنا هنعمل حاجه بالفاكهه دي شيف محمود اتفضل هنعمل حاجه بالفاكهه خلاص هاخد بس تفاح انا اشتغل بيه بس من فوق ديكوريشن كده ماشي عشان بس ايه نروق حاجاتنا كده اهو عشان كتر حاجه على الترابيزه خلتنا مطمع لايه للاستاذ هيثم نرجع لحلقتنا تاني طب يا شيف حضرتك هو لو حبيت انا طبعا دي انا شايفها بسيطه جدا جدا تمام اوكي كل مكوناتها انا مش شايف فيها اي نوع لا حاجه بسيطه جدا وسهله جدا دي يا شيف لو انا حبيت اشتري الحجم ده تمام اوكي ماشي دي تقريبا ثمنها كام هذا دي ثمنها تقريبا كده دلوقتي مثلا في الغلوه اللي فيه دوت تمام هتبقى عامله 150 ل 160 دي في المستجر المحلات ولا بتتفاوت من منطقه لمنطقه او من مكان لمكان؟ لا هي بتتفاوت من مكان لمكان بس لو مكان مساله شويه تبقى عامله 120 مش اكتر يعني اخرها كده يعني تمام هو طبعا في ظل احنا طبعا تتابعونا دايما هتعرفوا التكات والحركات والمفارقات اللي هي بتخلي المنتج بتاعنا يبقى يطلع ناجح ومميز من خلال برنامج ساعه شهيه منتظرين اتصالاتكم واستفساراتكم ومتابعتكم لينا على صفحة البرنامج برنامج ساعة شهية ايوه شيء طيب دي بعد كده احنا قلنا بعد ما خلص الفراولة طيب تسمح لي انا اتفضل تسمح لي انا ادي دول اتفضل ماشي وحضرتك تجهز بتقول انت هتديها فاكهة في النص لا حضرتك ال ولا هتديها لسه الجيل الاول قبل الفاكهة تمام جيل احمر عشان ما يجيش عشان كلها احمر فاحمر تمام تمام مش كلها احمر احنا دي كلها ناخدها فراولة ان شاء الله لا حضرتك ادي فوق فاكهة بالتفاح تمام ماشي طب انا الجيلي ده حضرتك دوت هل نوع خاص من الجيلات بعمل بيه التورتات ولا اي نوع جيلي متاح ليا؟ لا اي حضرتك اي جيلي ليا متاح ليك يعني اي جيلي فاكهه متاح ليك يعني انا اعرف ان في الجيلي الساخن في الجيلي البارد لا حضرتك الساخن 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 اي فاكهه الساخن لو انا ما عنديش جيلي ساخن وحبيت ان انا اعمل بجيل البارد تنفع؟ حضرتك ينفع بس هتبقى عمرها مش طويل عمرها مش طويل. مش طويل لان الساخن ده بيعمل كفر زي الازاز كده بيلمع زي التحفه الياباني اللي احنا عاملينها تمام ماشي هذا كده الجيلي كده الجيلي اللي احنا شغالين بيه عادي ماشي شغالين بيه عادي اللي هو السخن عادي تمام هناخده عشان خاطر ما بديش الدنيا الناحيه الثانيه تمام تمام كده جايب الوان تمام دي الوان الاحمر غذائي تمام غذائي تمام تمام وقلب بنقلب كده اهوت طبعا هو لو ما كناش احنا عشان بنصور وقت البرنامج كده كان مفترض ان احنا ندخلها الثلاجه تبرد شويه اوكي حضرتك بس هي حضرتك ماسكه نفسها عشان طبعا الجو هنا وتكييف ماشي نفضل نقدر نديها الجيل بتاعنا اوكي تمام طب احنا عندنا ايه بعد الترتيب بعد كده هنشتغل في الشغل الياباني طب تسمح لي انا اديها الجيل وحضرتك تجهز الفاكهه التوبنج بتاعتها حضرتك كنت بتقول هتديها تفاح وكده تفاح حضرتك طبعا يا جماعه بنستحسن ان اي حاجه بديها جيل ان هي تكون في التلاجة مش اقل من ساعه في التلاجة عشان لما اجي ادي الجيل بتاعي تثبت عليها ما تسيلش وتنزل تحت تمام بدي كده الجيل بتاعي تمام وبنقدر برضه اللي هو بيبقى مش حابب الالوان قوي وعندي الفراوله تكون حمرا زي اللي احنا جايبينها النهارده ديت نقدر ممكن ان احنا نديها ابيض
بس طبعا الشيف محمود قال عشان تبقى طالبه نخلي بالك هي كلها حاجه حمراء، طبعا ده بيزود من رونقها وجمالها. تمام، احنا كده عطينا الجيلي الاحمر يا جماعه، بنستنى عليه بنجهز بقى ايه التوبنج بتاعنا من بقيه الفاكهه زي التفاح اذا كان كيوي اي حاجه زي كده اهوت. بنبدا بس تبقى انا هنقلها لك وتفضل حضرتك تديني التوبنج بتاعك. معانا الاستاذ محمود، اهلا وسهلا. الو يا باشا، السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك شيف؟ ازيك شيف عليك استاذ محمود؟ منور الدنيا يا باشا. منورك يا باشا، ايه اخبارك؟ ايه رايك يا استاذ محمود في التحف اللي عملها لنا الشيف محمود النهارده؟ لا ما شاء الله حاجه كويسه جدا، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا باشا. يعني عايزين نعرف طريقه البسبوسه يا شيخ محمود بعد اذنك. تحت امرك، تحت امرك ان شاء الله، تحت امرك. طريقه البسبوسه تمام يا استاذ محمود. اتفضل يا باشا. طب ما يعرفك بقى محافظين على متابعتك عشان حضرتك تبقى متابع لنا. ايه رايك ما تتابعنا كده لغايه اول رمضان وننزل لك بقى الحركات والتكات بتاعت الحلويات الشرقيه كلها؟ مفيش، ماشي يا ريس، مفيش مشكله. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم الكنافه بانواعها، هنعمل القطايف كامله قدامكم من اول من وي عجين لغايه التقديم بانواعها، وان شاء الله هنعمل بسبوسه بكذا طرق مختلفه ان شاء الله. في عند حضرتك سؤال تاني للشيف محمود؟ لا شكرا يا باشا، ربنا تحت امرك، شرفتنا. تابعنا جيل ابيض. تمام كده احنا بقى بندي الفاكهه او التفاح اللي احنا حطيناه نديله جيل ابيض عشان ما يجيله الاحمر ما يجيش عليه. ماشي كده اهو، وكده يبقى خلصنا الطرت بتاعنا. تمام، ونستأذنكم في فاصل قد كده اهو ونرجع لكم على طول. اوعى تروح في اي حته. نستناكم في المطبخ، نستناكم بتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياك، وفي مطبخنا هنتعلم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مستمرين مع الشيف محمود ياسين والتحف الثري دي اليابانيه. خلصنا في الفقره الاولى قبل الفاصل، عملنا مجموعه الطرت الشيقه الجميله المختلفه قدامنا، طرت فراوله، طرت فاكهه، عين جمل، كراميل، فراوله، تفاح. الفراوله اللي ممكن النهارده هنتخانق عليها انا استاذ هيثم. نرجع للشيف محمود نقول هتورينا ايه بقى تاني يا شيف محمود دلوقتي؟ هنشتغل دلوقتي الجيلي الثري دي، شغل الثري دي الياباني. تمام بشكل اوسع. تمام تمام، هذا كان هو جيلي تلميع الفاكهه العادي. العادي العادي الساخن يا جماعه، الساخن العادي. الجيلي الساخن اهو. اوكي تمام تمام. اول حاجه سخنها على النار، سخناها غلي يا جماعه. تمام، اول حاجه صب في صينيه. تمام، تكون مقاس ماشي كاميرا معايا 4 6 5 سم. تمام طبعا الكتر اللي انت حضرتك عاوزاه ولا عاوزه. تمام تمام كده، يبقى احنا كده سيحنا الجيل الساخن بتاعنا بالطريقه دي يا جماعه وصبينا في الصينيه بارتفاع 2 3 سم 5 سم باقصى حد عشان نبدا نشتغل. بندخله الثلاجه يجمد معانا وبنطلع نبدا نشتغل بتاع. طبعا عشان وقت البرنامج احنا مجهزين واحده قبل الهواء عشان وقت حضراتكم ونقدر نستفيد اكبر قدر من دقايق البرنامج. طلعت الصينيه بالمنظر ده من عندي من الثلاجه. حضرتك ممكن اطعمها زي ما انا عاوز، مانجا، فراوله، برتقال، زي ما انا عاوز حضرتك اطعمها. الجيل زي ما بيقول الشيف محمود نقدر ان احنا ما نخلوش ابيض زي النموذج اللي احنا كنا عاملينه قبل الهواء، بنقدر ان احنا نطعمه بليمون، بمانجا، الحاجات برضو الفواتح اللي هي تظهر لي الشكل بتاعي اللي بيشتغل الشيف محمود. نركز مع الشيف محمود ونشوف هيفضل يشتغل ازاي. ويتابعونا مع الانفراد الاول المتميز والوحيد على اي فضائيه مصريه من خلال قناه الصحه وجمال. هو حضرتك الو الو الو. ايوه يا فندم، مين معايا؟ ايوه مين معايا؟ ايوه ايوه مين معايا؟ ايوه 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 شيف محمد. شيف محمد ايوه انا اميره. الو اهلا وسهلا استاذ امير. الو ازي حضرتك؟ ايه رايك في ايه رايك في الحلقه؟ لا ما شاء الله حلقه جميله جميله ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليكي. ايه رايك بقى في شويه الطرطات الشيقه دي اللي اثارت الجدل بيننا وبين مخرجنا ومعدينا والمصورين وكله، هتعمل لنا مشكله بعد الحلقه. الو معانا استاذه اميره؟
استاذه ميرا. ايوه شيف محمد معاك. ايه رايك في الطرت في مجموعه الطرت اللي عاملها الشيف محمود دي؟ هو في ربنا يوفقكم، حلقه جميله جدا جدا. في اي سؤال للشيف محمود؟ في اي سؤال للشيف محمود؟ ماشي، هو الاتصال قطع، حاول تتصل بينا تاني مدام اميره ونرجع تاني للشيف محمود ونكمل او نبتدي معانا التحفه اليابانيه. حضرتك دي جيليهات عليا البارد؟ دي جيليهات مروار ابيض للناس اللي بتعرف، او الجيل البارد بنلونه بالوان غذائيه. طبعا لو نقدر ادي عندنا الالوان نوريها للكاميرا بتاعتنا حسب برضو نمبر حضرتك اللي هم مطلوبين برضه، دي حسب الالوان اللي حضر ان انا اشتغل بيها، احمر اصفر اخضر كل الالوان. انا عندي طبعا الالوان كولا موجوده هنا اهوت. تمام، واتفضل يا شيخ. دي حقنه، دي حقنه، دي حقنه عاديه، حقنه عاديه اللي بنبدا نحن نحقن بيها، لكن معاه تولز خاص باصلاح الورق. اصلاح الورق الحاجه زي كده اهوت انا شايفها. دي حضرتك كنت جايبها معاك من بره ولا موجوده؟ لا حضرتك دي موجوده حاليا دلوقتي في مصر، موجوده في مصر حاليا دلوقتي. تمام، موجوده يعني بدات تنتشر في مصر. تمام يعني موجوده في سوق مصر يعني. تمام دي حضرتك خاصه بالحقن والورد اللي انا ابدا. ماشي، اتفضل يا شيف. نبدا نعمل ايه بقى؟ نوري مشاهدينا وبهدوء. احنا خدنا كسن الحقنه العاديه. تمام تمام تمام، مين اللي عاوزه؟ تمام. اوكي غدا طبعا الشعب. احنا مش عاوزين شكل معين، دي تقريبا عم يعني واضح ان هي هتعمل لي زي نقاط كده او خطوط بسيطه زي اشعاعات مرجانيه كده. تمام 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 تمام. ايوه جماعه تابعونا وركزوا معانا. اقدر اميل الشيف الكاميرا كده تحت الشر. زي ما احنا شايفين يا جماعه كده اهوت، تابعونا وركزوا معانا. الشغل ده مش هتلاقوه في اي حته، ده النهارده انفراد حصري على قناه الصحه والجمال، برنامج ساعه شهيه، شيف محمود ياسين. ويسعدنا اتصالاتكم واستفساراتكم من خلال الارقام الموضحه على الشاشه، ويسعدنا تواصلكم وتساؤلاتكم على صفحه البرنامج على الفيسبوك. تمام كده، برنامج ساعه شهيه. احنا كده عطينا اول حاجه خطوط. نبدا بقى عشان نعمل الورقات بتاعت الورده نفسها. تمام اوكي. بحقن اللون تاني اللي انا هشتغل بيه. تمام تمام، هجيب اللون الاحمر، باخد اسحب تقليله الاحمر. تمام، اسحب كده اهوت شويه. حضرتك وسهل جدا يعني، فكرة اصلا سهله جدا. تمام تمام. هو طبعا هو اي حاجه بالتمرين والتدريب بتكون سهله جدا. بالظبط اوكي ماشي. حضرتك بقى بالراحه كده، عدايقك كده لما حضرتك. لا حضرتك احنا بس ننزلها شويه، احنا بس عشان عاوزين نوري للمشاهدين. المشاهدين تمام. شيف حميد، الو الو. ايوه مع حضرتك. ايوه مين معايا؟ معاك الشيف حميد. اهلا وسهلا شيف حميد، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيفنا العظيم، اخبار سعادتك ايه؟ الله يبارك فيك، ما شاء الله حلقه روعه. ربنا يبارك فيك، انت اللي حضرتك دايما متالق وساعدنا بحاجاتك الجميله. ايه رايك في النهارده؟ تسلم يا شيفنا. ايه رايك ايه رايك في الانفراد بتاع النهارده دوت؟ حاجه جميله جدا، وانا قلت اتصل بقى واهنيكم وبارك لكم على انكم اول مره يعني يظهر حاجه بالشكل الجميل ده. بصراحه الشيخ محمود تسلم ايده. ربنا يبارك لك. في لحضرتك اي سؤال او استفسار للشيخ محمود؟ الاول الواحد سعيد ان انا كلمتكم وبشكركم جدا يعني. ربنا يخليك يا فندم، واتمنى لكم التوفيق. والسؤال بس ان الجيلاتينه دي بتيجي منين؟ لان طبعا ده مش الجيلاتين العادي اللي احنا بنستخدمه. لا 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 يا فندم، لا لا لا، حضرتك ده موجود في اي مكان، قول له انا عايز جيلي ساخن، ده اللي احنا صبيناه في الفورمه في الصينيه، مش حاجه تانيه. اما بالنسبه للكالرز الالوان، ده جيلي مروار ابيض، جيلي بارد. لما حضرتك تمسكه كده بيبقى عامل زي الحاجه السايبر، زي العسل الثقيل. تمام، ده اللي برسم بيه او اللي بحقن بيه، لكن اللي بصب بيه الصينيه دي نفسها ده الجيلي الساخن بتاعي عادي. والاثنين موجودين في الاسواق المصريه عند اي خامات حلوانيه موجوده يا فندم. جيلي ساخن على السفر. في اي سؤال تاني؟ هو عاجبني، اللي عاجبني فيه ان هو شفاف وقوي، يعني يقدر ان هو يشكل فيه بالابره اللي معاه وكده. طبعا يا فندم لازم. فدي يعني اعتقد نوع مختلف شويه ونوع كويس جدا يعني. لا هو شغلنا وطريقتنا هي المختلفه،
لكن الخامة بفضل الله خامة مصرية بإيد مصرية موجودة في السوق المصري وسعرها قليل جدا 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 يعني مش حاجة مش غالية. تسلم يا شيخ بصراحة يعني لمسة فنان وربنا يديك الصحة. ربنا يبارك لك ربنا يبارك فيك. في أي سؤال تاني نقدر نجاوب عليه حضرتك؟ بس ابني عاوز يسلم على حضرتك. ماشي اشكرك يا فندم وسعيد اتصال حضرتك وحضرتك تابع معانا بقيه الحلقه شرفتنا. نرجع للشيف محمود تاني. احنا كده يا شيف محمود بدانا ان احنا نحقن كده يا ريت نوري بقى كده الثلاث ورقات دول بنحقن كده بالراحه بالراحه بنحقن يا جماعه. ايوه وبنس اجيب بالراحه على العون عشان خاطر ما تغرقش الدنيا جوه معايا. تمام كده بحقن كده اهو بتاعي وبعد كده بمسحها بمناديل اللي هي الزوايد الخارجيه اللي بره زي كده. ببدا ان انا امسح اهم حاجه برده تمسح عشان خاطر الالوان تخش على بعضيها. تمام عشان خاطر الالوان تخش لجوه على بعضيها وتاثر لي على الشكل بتاعها بتاعي. حضرتك ممكن تعين في عيد ميلاد عادي تحط في اكلنا فيها عادي. تمام طبعا ما يكون جيليهات حضرتك بنستخدمها. احنا عملنا منها الطرطات بنعمل منها كره الفاكهه. الالوان كلها طبعا غذائيه وصحيه فحاجه جميله يعني. تسلم ايديك بجد حاجه جميله جميله. تمام هنعمل بقى ورده تاني برده ونوريها للكاميرا. هنجيبين اللون الازرق. هناخد اللون الازرق عشان نعمل وردايه مختلفه النهارده. انا النهارده سعيد جدا 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 بوجودك معانا يا شيف محمود. ربنا يبارك فيك. سعيد والله بالبرنامج اكتر يا جماعه ان احنا عندنا حلقه خاصه جدا منفرده بيها برنامج ساعة شهية من خلال قناة الصحة والجمال الانفراد الحصري وأول مرة على الشاشات المصرية والفضائيات المصرية شغل 3D بجل. دي حقنة تاني حضرتك؟ دي حقنة هنبدأ نعمل ورداية تاني. حضرتك أنا عندي حوالي أكتر من 12 شكل. تمام يا شيخ. أوكي. تمام. أنت حضرتك كده بتكبر الورداية نفسها. بكبر حضرتك الورداية محسن حضرتك ممكن أعمل في الواحدة مثلا خمس ورديات. تمام تمام ممكن اعمل كده اتحسب حضرتك ما انا عاوز. تمام طبعا باين ان هي خضرة عشان احنا الجيل بتاعنا هنا بتعمل ليمون فباين ان هي خضرة بس هيفرق طبعا الاخضر. حضرتك لما تقلب الناحيه الثانيه هيبان. تابعونا ومنتظرين اتصالاتكم واستفساراتكم للحلقه المميزه لشيف محمود ياسين حلقه شغل 3D جيل الياباني. تابعونا منتظرين اتصالاتكم واستفساراتكم على ارقام موضحه الشاشه منتظرين تواصلكم خلال صفحه البرنامج برنامج صفحه ساعه شهيه. تمام يا شيف. تمام اسمح لي بقى يا شيف بقى ايه يعني ندي ورقه بقى كده اهوت ورقه كمان تاني كده بقى وانا بدي الكاميرا. اوكي ماشي ندي ورقه بقى كده حضرتك عشان نخش بعدها بس في الاشكال نفس اللون. حضرتك انا حضرتك من نفس اللون شفاف اكتر. محمد الو ايوه وسهلا بيك. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اتفضل معاك شيف محمود. ازيك يا استاذ معاك شيف محمود. بجد يا فندم تسلم ايدك على كل الشغل اللي انت عاملينه ده. ربنا يبارك فيك يا فندم ده بفضل تشجيعكم وطلبنا ان احنا دايما نكون قناه مميزه ونحصل مشاهدتكم لينا دايما. جدا مبسوط جدا ان معاك حاجه مختلفه كده اول مره بشوف حاجه على التلفزيون بالمنظر الجميل. الحمد لله دي حاجه واكثر اللي مشرفنا اتصال حضرتك وتشريف الشيف محمود لينا. في بقى اي سؤال في هذا الشغل للشيف محمود؟ يا فندم انا شايف حاجات انا مش عارف اوصفها حاجه من كتر جمالها انا مش عارف اتكلم عليها. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. بس ربنا يبارك فيك. اي سؤال كده للشيف محمود؟ ده الراجل ده فرصه معانا النهارده. اتفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه يا فندم؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام يا فندم الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ محمود بعد اذنك. اتفضل يا باشا. تمام كنت عايز اعرف الكريمه الغاز سيرك بتتعمل مقاديرها ايه؟ يعني حضرتك بتحط الواحد اثنين يعني الواحد 100 جرام بودر على 200 جرام ميه. تمام يا فندم. واحد اثنين. تمام تسلم ايدك يا شيخ محمود. شكرا يا استاذ محمد وتواصل معانا وخليك معانا وتابع باقي فقراتنا ان شاء الله تكون حلقه مفيده لينا كلنا. ايوه شيف احنا دلوقتي احنا برضه شغالين على نفس الورديه بنبدا نكبر ان احنا بندي له عدد بندي عدد من الورد زياده. حضرتك حاسس ان انا عايز برضه حضرتك ممكن اعمل خمس ورد. تمام تمام حضرتك برضه في شغل 3D بالتلج. تمام بالتلج بيتعمل بالتلج. طب ده يا شيف انا اقدر ازاي ان انا احقنه برضه؟ ده حضرتك بحاجات زي كده بس تبقى قويه شويه. السرنج بتبقى حديد. تمام بحيث ان انت تقدر تخترق التلج بتاعك بالظبط. اوكي وتحقن من جوه. تمام تمام
لا واحنا النهارده ما شاء الله يعني احنا بنحظى بهذا الانفراد وبتشريف حضرتك معانا، واحنا سعيدين ان احنا يكون لينا السبق في ان احنا نعرض حاجه مميزه زي ديت من خلال صفحه وقناه ساعه الصحه والجمال، برنامج ساعه شهيه. منتظرين اتصالاتكم وتواصلكم معانا. دي لازم كل مره يا شيف بعد ما خلص اللون عشان الالوان ما تخلطش ببعضيها. ايوه امسح الالوان تخش ببعضيها. تمام نمسح نجيب تاني. تمام طيب حضرتك احنا كده ورينا الفكره للساده المشاهدين، نقدر بقى ان احنا نديها ورقات كده اهو. حضرتك ما حضرتش يعني دلوقتي افكت صغير كده عشان نلحق وقت البرنامج، لان احنا عندنا طبعا الصنف الثالث صنف مهم جدا ويمن المشاهدين تشوفه بكل استفاضه. اوكي تمام. استاذ هيثم بيقول لك لسه قدامنا نص ساعه. اوكي تمام. واخد بال حضرتك فعلا احنا تعبنا احنا تعبنا عايزين نريح بدري يعني. ان شاء الله. ايوه حضرتك تمام. ممكن برضه وردنا بس هذا كان عامل بقى ورق. اتفضل. تمام تمام كده بنعمل زي ورق شجر. بالرحمه براحه. هو يعني هذا كله بتاع عاوز طارت وعاوز نص ديت يدينا وقت. اوكي تمام. جميل جميل يا شيخ. ماشي كمان كمان. ايوه سلام حضرتك. على معك على معك. كده بتكسر ميه مثلا او حاجه؟ لا حضرتك المفروض ما بتلف من جوه. بتطلع ميه من تحت. تمام. احنا كده الورديه دي بنحطها كده زي ورق شجر حواليها. جميل جميل. دي زي ورق شجر كده حوالين الورديه بتاعتنا. كان في برضه حاجه كده شفت كنت بتدي بالحقنه كده بالسن الرفيع اللي هو بقى الافكت كده يعني الرتوش زي ما بيقولوا اللي في ال في اللوحة. في تمام. عشوائية مش شكل. حاجات عشوائية كده ان احنا نجمل بيها الشكل بتاعنا ونملأ بيه الفراغات. طبعا احنا كده ورينا الفكرة بتاعتنا للأستاذ المشاهدين بيقدر كل واحد احنا شايفينها سهلة قد ايه بسيطة قد ايه مكوناتها موجودة التولز بتاعها موجود في جميع المحلات اللي بتعرض معدات الحلواني. طريقتها انا شايفها شخصيا سهله بغض النظر عن ان انا يعني راجل حرفي. لا ممكن ست البيت واي مشاهد لينا يقدر ان هو يشتغلها في اي وقت يعني. سهله جدا سهله جدا. ماشي يا شيف. تمام كده احنا كده يا جماعه عملنا لها حققناها زودنا الافكت بتاعنا. تمام احنا كده اهوت عطينا الاشكال بتاعتنا كامله. النقط البيضاء دي يا جماعه عباره عن افكت هو يوضح لينا لما نقلب الفرن بتاعتنا دلوقتي بعد ما ننضف الزوايد الخضراء اللي احنا شايفينها وواضحه لنا على الكاميرا ديت. بنجيب الطبق بتاعنا او زي ما بيقول المرايه بتاعتنا اللي بتبقى في الحفله عندي بعرضها، بس الاول لازم اشيل الزوايد. اتفضل يا شيخ نشيلها ونبدا نجيب هنا. حضرتك ليه قلنا ان احنا نقلبها على قالب او على شريحه او طبق قيسود زي كده؟ حضرتك المفروض اصلا حضرتك تمام دي اول طبقه مد شكل ممكن فوجي لون تاني بس تمام بس حضرتك ممكن تقلب على حاجه زي كده عشان بشتيل على تمام. يا جماعه برضو انا حابب ان انا انوه ان احنا بنعتذر لكل الناس اللي بتحاول. انا عارف ان الاتصالات كتيرة خاصة بحلقة المميزة النهاردة. انا بعتذر لكل الناس اللي دي وقت البرنامج. احنا بنحاول ان احنا نفيدكم زيادة وبشكر لكل من اسعدهم الحظ وتواصلوا معنا. شرفنا بسماع صوتكم وتابعونا معنا الفورمة بنهزها حاجة بسيطة كده وبنبدأ ان احنا نقلبها بحرص بس ما تخافوش يعني هي هتنزل معنا. احنا بنمسح بس الزوايد هي اللي تبقى معطلاها شوية. تمام لازم طبعا نتخلص من كل من كل الحاجات فوق عشان خاطر الالوان ما تجيش من تحت. دي بقى ساعه الانتظار بقى. كده كده بقى ايه خلاص المدفع هيضرب. ايوه 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 بالراحه عليها يا شيخ. طب احنا ما نقدرش ان احنا ندفيها حتى يا شيخ. حضرتك ايه خلاص كده. خلاص كده اخر مره لو خلاص ماشي انها من تحت بس طلعت ميه. تمام
فالمية دي عشان احنا جو برضو والكاميرات برضو يعني ضد التكييف وجنبيه البوتاجاز وكده فتلاقيها لأ شوية. ادي يا جماعة التحفة بتاعتنا. ادي التحفة بتاعتنا. اثبت اثبت يا جماله يا جماله يا حركاته يا جماعة. معانا اللوحة الفنية اليابانية دي والتميز وانفراد لقناة الصحة والجمال. عملها لنا النهاردة الشيف محمود ضيفنا الكريم بانفراد حصري على قناة الصحة والجمال برنامج ساعة شهية. انفراد أول على جميع القنوات المصرية. تمام كده مخرجنا جميل أستاذ هيثم حبيبي 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 ماشي جميل. ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. تسلم ايدك. ماشي نمسحها كده الزوايا بتاعتها بس. ايوه ايوه ايوه. طيب نطلع فاصل صغير قد كده اهو ونرجع لكم. انتظروني. مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم بتعليده الأستاذ هيثم النهاردة بيبدع معانا في والأستاذ منتصر بيورينا التحف الياباني وبيسعدوا جميع مشاهدينا. وبعد الفاصل مع الفقرة الثالثة والأخيرة مع الشيف محمود اللي منورنا النهاردة وسعدنا بوجود النهاردة الشيف الثالث بتاعنا شيكوزا جيلسي. يس تمام. زال في السوق وهتلاقيها متوفرة جدا يعني رخيصة جدا. اللي هي بستك. ايوه ايوه ايوه. معانا جيرسي يا جماعه. طلع اجندتك طلعي كمرتك صور مقادير بتاعنا وتابعونا بدل ما تشتروها. انزلي من مقادير الجيرسي وسهله جدا عامه يعني. تمام ماشي. معانا الجيرسي 200 جرام جوز هند ناعم انعم درجه. معانا 120 جرام كريمه لباني. معانا 30 جرام زبده. معانا 120 جرام سكر بودر. والكاميرا معانا يا استاذ منتصر. اول حاجه حط اللباني مع السكر. الكريمه اللباني على النار يا جماعه سخنت مع السكر. نزلنا بالسكر نقلب. ايوه روح نازل بالزبده. ننزل بالزبده وبعدين يا استاذ هيثم كده مفيش طارت لعلمك بقى. معلش بقى خليها كده هي كده. ننزل بالزبده. ماشي ننزل بالزبده زي ما احنا شايفين. قلبنا الثلاث مكونات مع بعض ولسه الجوز هند عندنا في سرفيز العجن بتاعنا. ماشي يلا يا شيف محمود ننزل. معلش احنا وقتنا شويه ده يا شيف محمود. على الجوز الهند اتفضل ونقلب. ماشي طيب ماشي تسمعني يا شيف انا هقلبه لحضرتك. واحنا يا جماعه عاملين لكم عجينه جاهزه لان بعد ما تتعجن يا جماعه لازم تخش الثلاجه تبرد. نفردها على ورقه او على بلاستيك وندخلها الثلاجه تبرد. انا عبال ما عشان وقت البرنامج انا اعجنها والشيف محمود هيطلع لنا بالنسخه اللي معموله قبل الهواء. اتفضل. تمام اهي. تمام في الفريزر. يكون في الفريزر ما تتحط في الفريزر. طب ولو الثلاجه يا شيف وحطها ساعتين ثلاثه بس تقعد وقت اكتر شويه. تمام 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 تمام. لك عاوز سكينه في السكينه ورا هنا سكينه اهي. طلعت يا جماعه زي ما احنا شايفينها كده اهوت قدامنا. نوريها نوضحها للكاميرا الاستاذ منتصر. ادي يا جماعه فردناها ارتفاع سنتي سنتي ونص ودخلناها الفريزر او الثلاجه ونطلعها ونبدا نقطعها. تمام اوكي تمام. اول حاجه اهي تمام. وهو بيقطعها يا جماعه احنا ما ننساش ان احنا عندنا شوكولاته حطينا على بخار ميه وخفنها من الزيت. ليه يا جماعه؟ علشان لما نيجي نجلس ما كريم قطعة الجوز هند بتاعتنا ما تاخدش معانا شوكولاتة كتير وتبقى خفيفة وطعم الشوكولاتة ما يضغطش على او يلغي طعم الجوز هند بتاعنا. ماشي كده. انا كده قلبتها يا شيف. ممكن. ماشي خليها بقى على جنب كده اهوت ونبقى نفردها ان شاء الله بعدين. ماشي من ورا الشيف. تمام حسب الحجم اللي انا عاوزه. تمام اللي هي الصوابع المعتادة بتاعتنا. تمام يا شيف. دي حضرتك بنظر ان احنا عندنا الورقه تمام كده. تمام بنجيب يا جماعه حاجات كده مصفى وعندنا شوكولاته. ماشي بنجيب الشوكولاته بتاعتنا
ماشي. بنبدا نسقط بشوك، بنجيب شوكه نبدا نغطس حته حته نوريه يعني حضرتك لازم بس الفيس ماشي اوكي يا فندم حضرتك هيك جماعه بننزلها كده في الشوكولاته اللي عندنا ام زيت تمام وبنطلعها بنصفيها على الشبكه زي كده بسرعه معانا يا شيف محمود ماشي تمام زي ما احنا شايفين كده والكاميرا جايبه معانا ان احنا بنجلس حته حته في شوكولاته يا جماعه ما ننساش نزودها بشويه زيت بشويه زيت ذره عشان يخف الشوكولاته شايفين كده وهو بيصفي تبقى الشوكولاته خفيفه ما تعلقش معايا كميات كبيره انا احضر السرفيز بتاعنا تمام كده حضرتك تمام بتصفي معانا يا جماعه كده اهو زي ما انتم شايفين قدامنا على الشاشه وزي ما قلنا ان هي بتبقى متلجه ببدا اخد بعد ما تصفي معايا الشوكولاته عندك الدرش الفستق اجيب كده مفرش شكله حلو احط على سرفيزنا هندرشه ماشي كسرات ناخد رشه فستق كده اهوت ماشي طيب واحده كمان بس يا شيف كده اهوت عشان ننهي فقرتنا ان شاء الله عشان احنا وقتنا كده خلاص تمام كده عشان يبقوا ايه سته عشان لو انا اخد ثلاثه وال لا كمان واحده يا شيف بعد اذنك بسرعه الفستق احطه استاذ استاذ هيثم ازود لك احط لك فستق ولا هنجمل؟ فستق الاثنين ماشي مع الشيف محمود اخدها واحطها واقول للشيف محمود احنا بيك النهارده وبحاجاتك الجميله استمتعنا يا جماعه وادي الصنف بتاعنا الثالث اهوت كده اهوت وفي نهايه فقرتنا يا جماعه بقول استمتعت بوجودي معاكم ويا رب نكون افدناكم وبالفقرات المتميزه بتاعتنا النهارده بالحلقه الخاصه والمنفرده لجيلي الثري دي الياباني سعدت بلقاء الشيف محمود اللي نورني النهارده في برنامج ساعه شهيه قدم لنا الطرت باشكاله طرت الفراوله الشوكولاته الجيرسي وتحفه قيتنا النهارده 3 دي اسعدت بلقائكم النهارده شرفتوني وفي لقاء قادم ان شاء الله ومفاجات متعدده انتظروها ان شاء الله في برنامج ساعه شهيه اشكركم مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة 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 موعد يومي معاكم في المطبخ مستناكم بتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم